السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى وكاملين تكونوا بصحه جيده يا ربي. اليوم جينا نهنيو سعاد جوهره مغربيه على الرجوع ديال بنتها. كيف ما شفنا اخيرا يسرى رجعات لماماها. نتمنوا يا ربي تكون محبه دائما بيناتهم وتكون الخواطر تصفى، لان بالام الام والبنت ديالها ما يمكنش تكون ضاغينه وما يمكنش تكون زعما شي حاجه اكثر من الحب واكثر من الموده واكثر من البنت. خاصه تقدر المهمه ديالها، والمهمه ديالها حتى هي تقدر ديك البنت، لانها كيف ما كان الحال راه هي اللي ولداتها. كنقولوا لهم هنيئا لكم بهذا الرجوع. واخا كاينه واحد شي حوايج وضحوهم لينا في اللايف البارح فاش كانت يسرى مع ماماها، وضحوا لينا بانهم ما غاديينش تستقر عند الام ديالها، بانها اختارت العيش عند الاب ديالها ومراته، لان هي كترتاح مع الاب ديالها اكثر من الام ديالها. واخا هي ما بغاش تطرق لهذا الموضوع، ولكن سعاد بقات كتقول مره بانها غاديه تستقر عند الاب ديالها، وبانها اختارت تعيش عند الاب ديالها، وفعلا والوليدات الاخرين غاديين يعيشوا مع الام ديالهم. هي يسرى ما بغاش تهضر في هذا الموضوع، وكتقول لها خلي داكشي زعما مطلوق. وانا من الراي ديال يسرى بان ما كاينش، حيت هي قالت لها سعاد طلبت منها غدير واحد البرنامج تحدد الوقت اللي غادي تزور الام ديالها والساعه والتوقيت، وزعما داكشي غيولي بالنظام وبالحساب. وانا كنظن بالام والوليدات ديالها ما كاينش نظام وما كاينش حساب وما كاينش وقت اصلا اللي غاديه، هالوقت اللي غتشوفني بنتي، هالوقت اللي ما غتشوفنيش، هالوقت اللي ممكن تجي، هالوقت اللي ما تجيش. صعيبه بزاف، صعيبه لا بالنسبه للبنت وصعيبه بالنسبه للام. هادشي علاش يسرى قالت ليها خلي داكشي مطلوق، زعما فين ما عجبني نجلس فين ما ارتاحيت نجلس. وانا معايا يسرى في هذه النقطه هذه. سعاد ما تضغطيش على بنتك، ما تبقايش تقولي لها بحال هذوك السؤالات، خليها مرتاحه. ما ربما تعجبها العيشه معاك، ما ربما ترتاح معاك انت كثار وتقرر تجلس عندك انت اغلب الوقت، وتولي تمشي غير تزور باها في اخر سيمانه، ولا ما عمرك تستبق الاحداث. الواحد دائما ما يحكمش على شي حاجه كيعلم بها غير الله. نتوما دابا مقبلين على الرجوع، والاب ديالكم غيرجع معاكم وغيولي نهار عندكم ونهار عند مراته الجديده. يعني تقدر يسرى غيعجبها تجلس معاكم وتستقر معاكم، وبالنسبه للاب ديالها عزيز عليها غادي تبقى تشوفو مني غيجي داك النهار لعند سعاد. داك زعما داك النهار كافي دوزو مع وليداتو كاملين بربعه، وهكذا تنتي تبقاي مع وليداتك مجموعه، وتاديك الخدمه اللي انت كتمشي ديري تقدري تتخلي عليها الا كان كلشي موفر عندك، الماكل والمشرب والمدرسه وكلشي مخلص. جلسي مع وليداتك قابليهم، وخلي الزوج يتكلف بالمصاريف ديالك وديال مراته الثانيه. هادشي من نظري انا. وبالنسبه ليسرى راه كنبان لينا كتصلح في الاغلاط اللي دارت، وكما كنقولوا حنا كاملين كنغلطوا، ما كاينش اللي ما كيغلطش. داكشي علاش كنشكروها على هذا الرجوع عند الام ديالها، وعند هذا الاعتذار وعند العناق وداكشي كامل اللي دارت مع الام ديالها. حقيقه زوين. وكاع اي واحد عنده شي خصام مع والديه ولا مع احبابه يشوف هاد الصوره هذه وينعل الشيطان ويمشي عند وليداتو ويزور احبابه ويزور ويتسامح، حتى شي حاجه ما دايمه. قدر هذاك السيد اللي انت مقاطع معاه اليوم راه كاين وغدا ما كاينش، غادي تندمي تقولي لو كان غير صالحت معاه، لو كان غير مشيت عنده، وتبقى تأني بالدمار ابادي. هذاك اللي غيموت راه غير تاح، اما اللي غيبقى في الدنيا غيبقى يقول علاش انا ما تصالحتش، علاش انا ما مشيتش، علاش انا. حنا دابا عندنا واحد الكبرياء كيشدونا، وكنبقاو نقولوا خاصنا الا تقاطعنا راه حنا اقوياء، ولكن راه العكس. الواحد ملي كيكون مصالح ومسامح كيكون اقوى من داك اللي كيكون متعجرف وكيشوف راسو الا تصالح غيقل منه. داكشي علاش الله يصلح الخواطر بين اجمعين، والى اللقاء في حلقه اخرى.